أيضا الأخ خالد يسأل في الأذكار سبحان الله وبحمده 100 مرة، هل هي تغفر مشهور عند العلماء عند الجمهور أنها تكفر الصغائر، نعم، لكن بعضها ظاهر في الحديث أنه يكفر حتى الكبائر. نعم، قال عليه الصلاة والسلام كما سئل النبي داود: من قال سبحان من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كان قد فر من الزحف، وإن كان قد فر من الزحف، والفر والفرار من الزحف من الكبائر. أما قول عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده، فقد قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا محمول على الصغائر. وقد مر معنا أن هذا من عارضه بقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فقالوا إن الصغائر أصلا مكفرة بمجرد ترك الكبائر. ولكل حجته ولكل دليله، لكننا نقول إن فضل الله واسع، وربما غلب المرء بنيته ووصل إلى عظائم الأمور.